شكرا جزيلا لك ماجدة لبقية أخبارنا والحديث كذلك قبل موعد عيد الأضحى المبارك عن أسعار الماشية، وتزامنا مع اقتراب هذا الموعد التوافد الكبير خلال هذه الأيام تعرفه أسواق الماشية بكامل ربوع الوطن، عينة من سوق هنا قريبة من العاصمة المواطنين يقتنون أضحية العيد، لكن الأضاحي تعرف ارتفاع كبير في الأسعار حسب بعض من المواطنين. التفاصيل مع طارق تريدي. أثناء تنقلنا بهذا السوق المخصص لبيع الماشية بهدف رصد أسعار مختلف الأضاحي، تفاجأنا بأصوات مرتفعة بالقرب من مكان تواجدنا، أمر جعلنا نتقرب للاستفسار عن سبب هذا الصراخ. لا زوري معيج كاين 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 وراك كاين 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 ما اسمع اخ رانا اون 2015 كان يخلص مليون و200 كان يخلص مليون و400 وراك انا ما ندفعوش انا ما ندفعوش غير ارتفاع أسعار الأضاحي وعدم تمكن المواطن البسيط من شراء أضحية العيد جعل الأغلبية يصابون بالاستياء. واحد شهر كيما أنا في البلدية ما يقدرش يشري حتى خروف تاع 34 الشهر، اللي يدي زوج ملايين ونص ما ينجبش شي، ولا لقيت على حسب مقدوري نشوي خاطرش ما عادش بيا اللحم ولا الرخ بيا نتقرب به ربي سبحانه. في الوقت الذي يشتكي فيه المواطنون من غلاء الأضحية يرى الموالون العكس، خاصة وأن سعرها بين 40,000 دينار و60,000 دينار. مليحة سنرها زويرها رخيصة، مساعدين الشعب واحد المساعدة مليحة، هذا هو 45، كما الأحمر هذاك 43، الأدرع هذاك 4، الأدرع ها ولاد. بصح مازال السوق يطلع، مازال السوق يطلع، خاطر الشعب مازال ما شراش، الشعب يحوس على السوق يهبط، والسوق هذه المرة صار لك الدولار. نهار يطلع نهار يهبط. اي والله كيما هذا يدير 6 ملايين. كيما هذا 6 ملايين. هذا يدير 4 ملايين ونص. 4 ملايين ونص. هذا خروف طلعتني 5 ملايين هذا. انتقادات كثيرة يواجهها بائع أضاحي العيد بخصوص غلاء الأسعار، خاصة وأنها أثقلت كاهل المواطن البسيط. لتبقى أضحية العيد حلم قد يصعب على الكثيرين تحقيقه.